أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن المطالب التي سربتها قطر تعبر بوضوح عن عمق الأزمة بسبب الضرر الذي سببته جراء سياستها، مشيرا إلى أن سنوات التآمر لها ثمن والعودة إلى الجيرة لها ثمن. وأشار قرقاش عبر حسابه على تويتر إلى أن التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة، مشددا أنه كان على قطر أن تتعامل بعقلانية مع مطالب ومشاغل الأشقاء بجدية. وقال قرقاش إن أزمة فقدان الثقة في قطر حقيقية، وهي نتيجة توجه تتراوح بين المراهقة السياسية إلى التآمر الخطر وشمل دعم ممنهج لأجندة متطرفة ومنظمات إرهابية. وفي تغريدة أخرى حذر قرقاش من أنه لا يمكن القبول باستمرار دور قطر كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف. ونوه قرقاش على أن قطر يجب أن تدرك أن الحل لأزمته ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة من قبل محيطه وجيرانه. وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن الخيارات أمام قطر واضحة، وهو أن يختار محيطه واستقراره وازدهاره، أو يختار السراب والازدواجية وعزلته عن محيطه، مشددا على أن عودة قطر للمظلة الخارجية مشروطة.